يعني صار وقت نبدا معكم بفقرتنا اكيد الطبيه، ولحتى يلعب الغذاء دور مهم ورئيسي بالوقايه او بعلاج بعض الامراض لازم يصير الاكل الصحي جزء من روتين حياتنا. بمعنى ثاني انه نحن نعرف كيف نتبع نظام غذائي صحي ويوصلنا للحياه الصحيه. يعني بتخيل يعني من اكثر الاشياء يلي هلا كاسحة العالم هي فكرة انه انا هلا كيف ما بدي اسمن بالشتوية، كيف ممكن اعمل دايت بحال لا سمح الله آية صار اي خلل بجسم الانسان، بصير لازم يتبع لايف ستايل معين وتحديدا فكرة الغذاء. بحال صار خلل هرموني في اغذية مفيدة وفي اغذية كمان ممكن تكون مضرة. لحتى نعرف اكثر عن هذا الموضوع صارت معنا اختصاصية التغذية الدكتورة ثواب الغبرة بالاستوديو لتخبرنا كل هي التفاصيل. صباح خير دكتورة. صباح النور، يا اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا دكتورة. بداية خلينا نبدا من فكرة او مصطلح التوازن الهرموني، نحن شو بنقصد فيه؟ بالفعل هلا رب العالمين وقت بيخلق لنا عدة غدد صماء، هدول مثل ما بيقولوا شرطي المرور لهي المواد اللي بنحكي عليها قديش هامة بس قديش خطيرة إذا صار فيها عدم انتظام. هاي الغدد مسؤولة عن شيء اسمه الانتظام الهرموني بالجسم. ما في هرمون يلعب بجسم لحاله، في كل هرمون له متحكم، له عندي جايد عندك اياه، بيقول له انه هذا اذا زاد عن حده في شيء بيفرز له الهرمون المعاكس له. تمام. فرب العالمين حاططنا منظومة هرمونية خطيرة جدا يعني وهامة جدا. أي شيء خلل بنظام حياتنا حتى مو بس بالأكل والشرب، بطريقة النوم، بطريقة التعامل مع ردة أفعالنا بجهازنا العصبي، بتعمل تغيرات بهالغدد هي. هي مدى ما سيطرت على التركيز المعينة لهالهرمونات هون صار الخلل، وصار بيحس الواحد الإنسان تبعه صار وظائفه مو هي وظائفه هي اللي هو متعود عليها. بيلاقي كلمتين ثلاثة صارت سمنه، كلمتين ثلاثة صارت نحفه حسب الطبيعة الخلوية تبع جسمه. تمام. بتلاقي تنفخ مي، تلاقي حبس مي، بهالقصص هي كلياتها. لكن الأخطر، الأخطر اللي هو اللي عم يصير إذا تعرض للإنسان لشلل وظيفي لهالغدد اللي بتفرز هالهرمونات، وهون بقى بيصير الكسل وبيصير المشاكل اللي هي الأمراض اللي هي ما بدي أقول الأمراض بس المزمنة، الأمراض اللي بتسبب أمراض خطيرة أخرى ثانية. تمام، يعني عن جد شغلة كتير مهمة، ممكن الشخص ما كتير ينتبه بالبداية ولكن هي مع مرور الوقت مثل ما ذكرتي حضرتك ممكن يصير شلل. شو ممكن يحس الإنسان لحتى هو يلجأ للطبيب المختص أو يعمل تحاليل معينة يبين أنه هالهرمونات فيها مشكلة؟ هلا بالبداية كنا نعمل له للواحد أنه بعد الإنسان سن معين يعمل تشيك أب على الأمور تبعه هيك. أنا من الناس اللي بقول إنه الإنسان إذا ما حس بخلل ما يفوت بعالم التحاليل والقصص هي كلياتها، لكن في خلل ما بيخبي حاله، يعني في شيء من هذا الهي. الفكرة اللي جاي أحكي عنها إنه نحن في عنا حل قبل الحل الدوائي للهرمونات. الحل الدوائي الهرموني خطير جدا مع احترامي للحلول الصيدلانية كلها. لأنه إعطاء الهرمون التعويضي الإنسان بيقدر يعطيك الهرمون اللي ناقصك بجسم إذا ظهر تحليل، لكن ما بيعرف ينظم لك يا هذا قديش الكمية اللي بتناسبه مثل ما بتساوي الغذاء تبعك. فغالبا العلم الصيدلاني والكيميائي بيعطيك الهرمون قديش ناقصك فيعطوك التركيز على اساسه، وهذا شيء خاطئ جدا على فكره، لانك انت ما عم تفوتي بطريقه تنظيمه لهذا الهرمون. قد يجوز ان احتاجه هدول اليومين بهذا الدوس، بعدين انا ترجع اموري متوازنه ما عاد احتاجه. فشو بيعمل هذا الدوس اذا استمريت عليه بفتره طويله؟ بكسر الغده اللي بتنتجه. وهون بقى نحن بنفوت بقى ب60 مثل ما بيقولوا مشكله على هالاساس. لذلك وقت بيطلع الانسان لقى حاله اضطرب باي شيء معين، لقى طرقات قلب عاليه، لقى حس حاله انه وزنه عم يزداد من لقمتين ثلاثه، عم يحس يعمل تشيك اب ويشوف التحليل والهرمون اللي عم ناقصه واللي هالامور هي. بيروح بيتجه على دكتور الغدد واكيد رح يعطيه قائمه من الراشطه الطبيه. تمام. بعد ما يروح عند دكتور الغدد يفوت يروح يستشير استشاره غذائيه، لانه في كثير اشياء بالغذاء بنقدر نعطيها كطريقه توازنيه، يعني نحن ما بنقدر نعطي نحن مثل دكتور الغدد الهرمون التعويضي، لكن نقدر نعطي اكل ينشط هي الغده قبل ما تفوت على الهرمون التعويضي. تمام. طبعا في اشياء نحن ابدا ما بنوقف عند اياها وصفه الطبيب، لانه مثلا في كيسه كبيره معينه بالمبيض بدنا نلتزم لتعليمات الطبيب، لانه نحن في كيس رح ينفجر هلا بالجسم. ما في وقت هلا للاغذيه والنباتات والهي، لكن كيسات بسيطه مثلا حرق عم يصير عندي غده درقيه شوي تكسلانات قبل ما نفوت بالحل الدوائي
نفوت نجرب الحل الغذائي. يعني بدنا نقول نرجع نعيد ايوه العصايه لمنتصف انوازنا. اذا عرفنا نشغل الغده اللي بتنتجي احسن بكثير ما نفوت الهرمون التعويضي بالجسم، وهون اللي جايين ناخذ ونلقي نظرات عليها بشكل سريع. لا خلينا يعني كمان هيك بشكل سريع نحكي على الاغذيه، خلينا نقول هي ممكن تساعد بتحقيق هذا التوازن الهرموني. والاغذيه وقت اللي بيجي لعندكم مريض يعني ويتم تشخيصه انه في عنده خلل هرموني بتبعدوه عنا كليا، لانه هي ممكن تحدث ضرر اكبر عليه. هلا اول شيء بيعمل خلل هرموني بالجسم اهم عاملين او اهم ثلاث عوامل، احيانا الخربطه بالاكل وهالامور هي كلياتها، لكن ما بتاخذ بنقص بيت عندك اياها بالعامل عدم التوازن الهرموني اكثر من 30%. الخلل الاخر عندي هي عدم تنظيم ساعات النوم، لانه هي المايسترو كمان غير الغده النخاميه الغده الصنوبريه. الغده الصنوبريه اهم شيء انك تعطيها 4-5 ساعات نوم عميق بساعات الليل الظلام الدامس. في ناس ليش ما بننظر على بعضنا، نحن حياتنا صارت ليليه يعني نشاطنا ليلي، لانه نحن بنلاقي الليل نسكن لاهدافنا احلامنا القصص، ضوضاء الصباح تبعنا ما له سهل ابدا، التقاطعات بحياتنا، فالليل عنا ممتع. لكن الانسان علم لي لو 4 ايام باسبوعه يامن على 4 ساعات نايم فيها ليله. شيء ثاني ضغط العصب الستريس تبع الكورتيزول هذا بيعمل خربطه هرمونيه شديده جدا. هلا ممكن اي انسان يتعرض لضغط معين باي يوم ممكن ساعه يتحمل جهازه العصبي، ساعتين بيتعامل معها بشكل صح، لكن اذا طول الساعات عنده متوتر. ضغط توتر هاي فقد النظام الهرموني بجسمه او التوازن الهرموني بجسمه. الشيء الاهم بقى بنجي للعامل الغذائي، السموم اللي بتفوت لاكلنا اليوميه من المعلبات من المواد الحافظه من الملونات من الزيوت المهدرجه، هي اول شيء ليرجع الانسان يعيد توازن الهرموني هلا حنحكي عليها، يعمل 4-5 ايام اسمه تنظيف ديتوكس للدم حتى ترجع الغدد الصماء تشتغل. فهي الاشياء صحيح هي بشكل عام، لكن نحن بنعطي نحن برنامج اسمه عندك يا هالبرنامج الهرموني، مو البرنامج الهرموني بنضيف فيه هرمونات اطلاقا. لا انا اساسا ضد فكره اعطاء الهرمون التعويضي اللي ناقص بجسمي. اول شيء بحمل عمليه توازن وبفيق الغده اللي عم تنتج هذا ولقيت انا في نقص فيه. هي اهم الامور. وهلا وصفات بسيطه جدا لكل غده اذا تعطلت شو بنعمل قبل ما نفوت بالعلاج الهرموني. تمام دكتوره، خلينا نبلش مباشره لنستغل الوقت بهي الوصفات يلي ممكن اي حدا موجود ببيته ومن يمكن المواد اللي موجوده بالبيت يعملها. هلا بالضبط، هلا اذا لقى الانسان يعني صار اضطراب معين وحلل مثلا تحليل معين لقى الغده درقيه عنده اياها صار فيها مشكله، قبل ما يفوت بالعلاج تبع الالتراكسين بيعطي مدار، اذا ما كانت النسبه كثير عاليه وعنده مشكله خلل او خمول فيها فورا يتجه لماده اسمها البان الذكر وماده اسمها السيلينيوم، هذا بيعمل تنظيم مناعي لافراز الغده الدرقيه فبيرجع بينشطها. لمجرد اسبوعين او شهر يلتزم بعلاج بسيط هو معلقه سف يوميا من البان الذكر المطحون مع ايوه مع حبه مكمل غذائي سيلينيوم، بيلاقي بيرجع تتنشط الغده الدرقيه، ما صار هذا شيء يفوت بعالم الدواء على الهرمون التعويضي. تمام، اذا انتقلنا للغده الصنوبريه برجع بقول الغده الصنوبريه غذائها شغلتين، النوم الليلي بالضبط، النوم الليلي ونبات اسمه البردقوش. امتى بعرف انه الغده الصنوبريه تعبانه عنا؟ بتلاقي انه اكثر من هرمون تخربط بالجسم لانه هي المايسترو تماما. بنلاقي اكثر من هرمون تخربط بالجسم انا بقول على طول حتى للغده الدرقيه ولاي غده تخربطت نحن الغذاء الفرض هو الاساسي نبات هو المردقوش، يعني حتى تبع مريض الغده بفضل المردقوش والبان الذكر. مريض هلا اللي بدنا نحكي عنه اللي عنده مشاكل بالقشره الكظر كمان المردقوش وهذا النبات كيف كمان بيتم تناوله؟ المردقوش كيف؟ كمشه بسيطه من هذا النبات، هذا النبات طعمته كثير طيبه بتشبه النعناع، حطها شوي مع الشاي مع المشروب الساخن تبعي مع البابونج بالضبط، وبفضل يكون بالساعات المسائيه. معلقة يوميا منه بتعمل على انتظام الغدة الصنوبرية هرمونات الغدة الصنوبرية. تمام، نجي للمشاكل تبع مثلا انا بلاقي في كثير خربطات عند الاناث بمشاكل المبايض. المبايض المايسترو المنظم لها هي الميرمية والمردقوش. برجع بقول انا عم ضيف المردقوش مع كل منظم هرموني عندي لاني انا كثير بهمني الغدة الصنوبرية تكون مرتاحة. الميرمية تحتوي على مواد اسمها فيها الفيتوستروجين بتنشط انتاج الاستروجين من المبيض حتى ما اشي اخده من برا، لانه اخده من برا بيساوي مشاكل رهيبه جدا وبيكسل انتاج المبيض على المدى البعيد من جوا. لكن انا بحذر مو بحذر ما بحب اخده لان نساء عندها الياف بالرحم، لانه رفع الاستروجين بجسم
بيعمل عندي اياه زياده لنسبه الليف. فانسى عندها ليف ما بحبز الميراميه، بحبز ماده اسمها المسواك، ماده المسواك مقبض وعائي دموي، فبتلاقي حالك انتظم حجم الليف وضمير على المدى البعيد. إذا انتقلنا لشيء اسمه قش القزح، أو في ناس عندها توترات عالية وعندها مشاكل أو أخذت نسب عالية من الكورتيزون أو هذا الدواء، هذا الدواء معرض الإنسان ياخذه بأي التهاب قوي، لأنه هو سحر بالمفعولات بالأمراض الالتهابية. لكن إذا أخذ الإنسان أي دوس عالي بالكورتيزون بده يرجع ينشط قش القزح، أول شيء لازم يخرج النسبة العالية تبعه. تمام. الإخراج النسبة العالية تبعه للكورتيزون هو بالماء والليمون. الماء والليمون رائع جدا لتصريف الكورتيزون، وبيرجع بنشط خلايا قشر القزح لانتاج الكورتيزول اللي الله خالق لي لجسمي بالكميات الصح وبالوقت الصح. تمام. يعني معلومات دائما دكتوره ثواب قيمه بتقدمي لنا اياها، وبنكون سعيدين جدا بالحديث مع حضرتك. للاسف انتهى وقتنا، بدي اعتذر منك، واكيد بدنا نكمل بحلقات قادمه معك. شكرا لك لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيكي معنا دكتوره، شكرا كثير.